بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة فاس على هذه الدعوة وعلى هذا المؤتمر الدولي الرائد في جميع حلقاته. مداخلتي أيها الإخوة الكرام هي بعنوان إسهام العمل الخيري في حفظ الأنفس في حفظ الأبدان رؤية مقاصدية. هذه المداخلة تتمحور حول هذه المحاور: المحور الأول نظر المقاصدي في العمل الخيري المتعلق بحفظ الأبدان، ثم المحور الثاني أساليب تنزيل العمل الخيري في الحفاظ على الأبدان، والمحور الأخير العمل الخيري في حفظ الأبدان نماذج من التراث الإسلامي. لكنني في الحقيقة لن أحدثكم عن كل ما أوردته في هذه الورقة نظرا لضيق الوقت المتاح، ولذلك سأركز على الضروري والحاجي وأترك التحسيني، أو بعبارة الشاطبي سأركز على الصلب وأترك الملح، حتى تطبع إن شاء الله أشغال هذه المداخلة ويخرج البحث كاملا. فأقول وبالله التوفيق: مما لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن الإسلام جاء بنظام متكامل في جميع تشريعاته وأحكامه، فما من خير إلا ودعانا إليه، وما من شر إلا ونهانا عنه، لأن مقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وقد تعاون كل أفراد الأمة الإسلامية على تحقيق مقاصد الشريعة وجودا وعدما في جميع المجالات، والذي يهمنا في هذه الورقة هو المجال الاجتماعي أو ما يرتبط بالطب، الذي لا يتأتى إلا بتحقيق الترابط والتراحم والتكافل الاجتماعي والإحساس بذوي الحاجات من أجل تنفيس الكربات ودفع الملمات. ولذلك عمل أهل الخير والإحسان على الإنفاق على جميع الأنواع الخير والبر، بل أوقفوا أوقافا في جميع المجالات، وكان في الحقيقة فعل الخير هو ديدنهم وشغلهم الشاغل. والناظر في تراثنا الإسلامي يجده غنيا بما كان يفعله الخير من إحسان غطى جميع المجالات، بل إن واقعنا خير شاهد على ما قام به الأجداد وما يقوم به الأحفاد من صنوف العمل الخيري. أما عن المقصود بالعمل الخيري فأقصد به هو أعمال البر وصنائع المعروف التي يجود به المجتمع المدني بدءا من الفرد ومرورا بالجماعة وانتهاءا بالمؤسسة، أو بتعبير آخر هو كل بر أو إحسان يمكن من خلاله تقديم خدمات للمجتمع أو لبعض فئاته، وقد يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، وقد يكون هذا العمل الخيري بالمال أو بالجهد أو بالفكر أو بغيره من أنواعه. أما حفظ الأبدان فيطلق في العموم على ما تحفظ به سواء كان طعاما أو شرابا أو إيواء، كما تحفظ باجتناب كل المضرات وتحفظ من العلل والأدواء بالرعاية الصحية والعناية الطبية وما يستلزمه ذلك. ولذلك في الإطلاق الغالب لحفظ الأبدان هو هذا الأخير، أي الرعاية الصحية والعناية الطبية، ذلك أن العلماء يتحدثون عن علم الأديان وعلم الأبدان، فيطلقون الأول على الفقه والثاني على الطب، كما ورد عن الإمام الشافعي: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأبدان، فعلم الأبدان الطب وعلم الأديان الفقه. ولقد اعتنى الإسلام بحفظ الأبدان كما اعتنى بحفظ الأديان، ومن طبيعة الإنسان أنه خلق ضعيفا، ومن ضعفه أن يصاب بالأوجاع والأمراض والآلام، فيحتاج بذلك إلى من يطببه ويعينه على إزالة هذه العلل والأسقام أو التخفيف من آلامها. وقد لا يسعف البعض التماثل للعلاج وشراء الدواء، ذلك أن هذا الأمر يتطلب كلفة مادية في غالب الأحيان قد لا تتوفر لدى الجميع. ولذلك في من باب التعاون والمواساة والإحسان إلى هؤلاء وتيسير سبل علاجهم والتكفل بكل ما يلزمهم، هذا كان هذا الوقف على الأبدان أو العمل الخيري في مكان في الأبدان. أما عن مكانة العمل الخيري في الإسلام، فالعمل الخيري يعتبر مطلبا دينيا وحاجة إنسانية وضرورة اجتماعية،
ولا يمكن لمجتمع ولا أمة من الأمم أن تستغني عنه، إذ به قوامها ونهضتها وتطورها. ولذلك نال العمل الخيري مكانة رفيعة ومقاما عاليا، بل كان له دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومعلوم أيضا أن قوام الشريعة وأساسها وغايتها الكبرى هو فعل الخير، بل إن هذه الأمة سميت بأمة الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون، وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات. ورسولنا الكريم أيضا جاء ليتمم مكارم الأخلاق، بل إن من صلب الأخلاق فعل الخير. ولذلك فأهمية العمل الخيري تكمن فيما يحققه من مصالح وما يدفعه من مفاسد، ولذلك تسارع أفراد الأمة إلى هذا. أما مقاصد العمل الخيري في حفظ الأبدان فله مقاصد سنية جليلة، إذ به تسمو المجتمعات ويعلو شأنها، وبه تحل الأزمات وتندثر آثارها، وبه يسود التكافل، وبه يسود التكافل والتعاطف والتراحم، بما يعني أنه يشمل جميع المجالات الحيوية في المجتمع، غير أن التركيز سينصب على مقاصد العمل الخيري في حفظ الأبدان. وإن الناظر في مقاصد العمل الخيري المتعلق بحفظ الأبدان نجد الكليات الخمس من عقل ودين ونفس ومال وعقل حاضرة مع بعض التفاوت في حضورها. لكن الذي ينبغي أن أنبه عليه هو أن العمل الخيري ما هو إلا وسيلة لتحقيق حفظ الأبدان، والوسائل لها حكم المقاصد، ومن ثم فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك فحديثنا عن العمل الخيري هو باعتباره وسيلة محققة للمقاصد، وهذا ما سنجليه بتفصيل خمسة نقاط. الأولى: العمل الخيري في حفظ الأبدان سبيل لحفظ الدين. قد يتساءل المتسائل فيقول: ما علاقة الأبدان بالدين؟ من المعلوم أن الدين هو السبيل الوحيد والأوحد لإسعاد الإنسانية جمعاء، ولهذا نجد المؤمنين أشد حرصا على آداء الواجبات الدينية بتمامها وكمالها وعلى هيئاتها وصفاتها وأوصافها. ومن رحمة الله أن الشارع الحكيم خفف عن أصحاب الأعذار بما فيهم المرضى، إذ رخص لهم رخصا لم تجعل لغيرهم. قابل أيضا حثهم على التداوي، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. لكن ليس كل الناس لهم القدرة على تحمل تكاليف العلاج، إذ منهم الفقير والمحتاج الذي لا يجد ما يؤدي به ثمن العلاج. وهنا يأتي دور أهل الخير الذين يسارعون في الإنفاق على المشاريع الخيرية المتعلقة بالمجال الصحي وحفظ الأبدان، إما من خلال بناء المستشفيات ومدارس تعليم الطب مع ما يستلزم ذلك من أجور الأطباء والمستخدمين في هذه المؤسسات، وإما من خلال تحمل تكاليف العلاج وتكاليف العمليات في مختلف التخصصات. وهذا كله يعود بالنفع على العميم على تلك الفئات الهشة التي لا تستطيع أداء واجبات العلاج في المؤسسات الخاصة. ويتجلى هذا النفع أيضا أنه يعيد الأمل لهذه الفئات فتتعافى من أمراضها أو تنقذ من الهلاك المحقق، مما يجعلها قادرة على أداء الواجبات الدينية على أحسن وجه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كثير من الأمراض قد حالت بين الناس وأداء واجباتهم الدينية، فكم من مريض وأنتم تعرفون هذا يصلي على جنبه أو متكئا أو قاعدا، وآخر منعه المرض من شهود الجمع والجماعات والأعياد، وآخرون حال المرض بينهم وبين الصوم والحج والجهاد في سبيل الله، وأناس آخرون أقعدهم المرض عن رعاية الأبناء والإحسان إلى الوالدين والأقارب، وغيرهم من الدعاة أقعدهم المرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحرموا مهمة التبليغ إلى غير ذلك. وهنا أورد قولا للإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: المرض يمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينغص العيش ويحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب، وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات. ولذا أمكننا الذهاب إلى أن العمل الخيري
الذي قد يبدو في ظاهره متمركزا حول حفظ الأبدان، فإنه إذا ما تأملناه نجد أنه يسهم بشكل كبير في حفظ الدين، وذلك من خلال كونه يجعل الناس قادرين على العودة إلى ممارسة الشعائر الدينية على الوجه الأتم، أخذا بالعزائم لا بالرخص. بعدما حرموا من أداء العبادات على هيئاتها لحظة المرض، وننبه هنا إلى أن الرسول الكريم أمر باغتنام الصحة قبل المرض، اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل سقمك، وقال أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبناء على ما سبق فإنه يتبين أن في حفظ الأبدان حفظ للأديان، ومن ثم فإن العمل الخيري يعتبر وسيلة أساسية لحفظهما معا. ثانيا، العمل الخيري في حفظ الأبدان سبيل لحفظ النفس. حفظ النفس مهمة منوطة بالأفراد والمجتمع، فكل يساهم بما استطاع في حفظها من موقعه ووظيفته، وكل بحسب جهده وقدرته. فهناك من يحفظها بالأكل والشراب واللباس، وهناك من يحفظها بالتوعية والوقاية من كل ما يضرها، كما تحفظ أيضا النفس بمجموعة بالحدود والتعزيرات وغيرها. ومن ثم فإن الرعاية الطبية هي الأخرى تحفظها من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. وقد يصبح العمل الخيري فيما يتعلق بالجانب الصحي واجبا، وذلك في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما عايشناه في ظلها، مما يلزم أهل الخير بالتطوع لدفع هذه المفسدة التي قد تأتي على الأخضر واليابس لا قدر الله. وتعد حاجة الناس للتداوي والتطبيب من الأساسيات، حيث لا يمكنهم الاستغناء، بل يعتبر ضرورة ملحة لكل أفراد المجتمع، الفقير منهم والغني. لكن من المعلوم أن التداوي قد لا يتمكن منه الجميع، إما لقلة اليد والتكلفة الباهظة في علاج أغلب الأمراض التي لا يستطيع أداء واجباتها إلا الأغنياء من الناس، وهذا ما ينبغي أن يكون حافزاً لأهل الخير كي يتوجهوا للإنفاق على هذا المجال الحيوي كي تستفيد منه هذه الفئات الهشة. وبهذا تظهر أفعى هذا العمل، يظهر هذا العمل لأهل الخير نتائج ما أنفقوه على أرض الواقع، امتثالا لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومما ذكرناه سابقا أن العمل الخيري في حفظ الإبدان قد يكون إنفاقا على علاج الفقراء ورعايتهم صحيا، لكنه يأخذ مسارا آخر. وهنا أمثل بعالم من العلماء الكبار ترك تراثا غنيا، وهو الطبيب أبو جعفر أحمد بن الجزار رحمه الله، ألف كتابا خاصا بالفقراء والمساكين وسماه طب الفقراء والمساكين، ويذكر في مقدمة أن ما دعاه إلى تأليفه هو عدم قدرة الفقراء على التداوي بما وصفه في كتابه المعروف زاد المسافر وقوت الحاضر. ويعيد ذكر هذا في خاتمة الكتاب حيث قال: وإنما اختصرنا في هذا الكتاب اللطيف علاج العلل بالأدوية التي يسهل وجودها بأيسر كلفة وأخف مؤونة لينال منافع عامة الناس وأهل الفقر والمسكنة منهم. فهذا وجه آخر من أوجه العمل الخيري الذي تحفظ بها النفوس، ونستشف منها ذلك الإحساس اللطيف لأمثال هؤلاء الأطباء بالمرضى الفقراء المعوزين. ثالثا، العمل الخيري في حفظ النفس في حفظ الأبدان سبيل لحفظ العقل. يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل، فلا معنى ولا قيمة لإنسان فاقد للعقل، ولا مصلحة ترجى منه، بل قد يكون وبالا على نفسه وعلى المجتمع ككل، فيصبح عالة على المجتمع في أحسن الأحوال، ومخربا ومفسدا في الأرض في أسوأها. ولذا فالعقل مفتاح التقدم والنور الذي يهتدى به في ظلمات الجهل والتخلف. والعقل كما هو معلوم مناط التكليف، لأن القلم رفع عن ثلاث منهم عن المجنون حتى يعقل. وشرع لحفظ العقل مجموعة من الأمور، ومن بينها هذا الذي نتحدث عنه وهو ما يسمى بالطب النفسي. إذن فحفظ العقل هو جزء من حفظ الأبدان، فلا فائدة ترجى من بدن سليم لكنه دون عقل. وقد اهتم علماء المسلمين بحفظهما معا، وتحقيقا لهذا الغرض أنشأ أهل الخير البيمارستانات، خاصة عندما نتحدث عن البيمارستانات المتعلقة بأمراض النفس. والطب النفسي كما هو معروف هو التخصص الذي تلجأ إليه هذه الفئة من الناس
الذين اختلت عقولهم إذ يحاول الطب قدر المستطاع استرجاع ما يمكن استرجاعه. ولذلك فهذا يعود بالنفع على المجتمع ويعود أيضا على الأفراد، فيعيش المجتمع في سلام وأمان من ترويع هؤلاء الذين أصيبوا في عقولهم. رابعا، العمل الخيري في حفظ الأبدان سبيل لحفظ النسل. إن من مهمات العمل الصحي الأساسي حفظ النوع الإنساني، ولذلك في الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لحفظ النسل من جانب الوجود والعدم، ويسعى الطب جاهدا لتحقيق مبتغى حفظ النسل من خلال رعاية الإنسان قبل وجوده وبعد وجوده. فإن الأطباء يهرع الذين حرموا من الولد وأصابهم العقم، خاصة العقم المرضي منه الوراثي، ولذلك فهم يصفون الأدوية لهؤلاء من أجل استعادة القدرة على الإنجاب. وفي حالة ما إذا تكلل عملهم هذا بالنجاح فإن الفرحة والسعادة تغمر الزوجين، ويستفيد المجتمع بتقوية شوكته وتعزيز سواعده وتكثير سواده بهؤلاء. أما بعد مرحلة الحمل وبالخصوص لحظة الولادة، فالطب ساعد في تقليص نسبة الوفيات في صف المواليد وكذلك الأمهات، إذ استفاد الجميع من التطور الطبي، فدفعت معظم الأضرار عن الأم ووليدها، وسعد المجتمع بالمواليد الجدد. إذا له ارتباط أساسي بحفظ الأبدان، بحفظ الأنفس، ثم العمل الخير في حفظ الأبدان سبيل لحفظ الأمال. لن أتوقف عنه، ذكرت بعض مقتطفاته أو بعض الإشارات منه، لكن أرجو إلى الخاتمة. فبعد هذه الوقفة مع العمل الخير في حفظ الأبدان مفهوما ودراسة وتأصيلا وتقعيدا، خلص إلى النتائج التالية: العمل الخيري في حفظ الأبدان حاجة إنسانية وضرورة شرعية. العمل الخيري في حفظ الأبدان يسهم في حفظ الكليات الخمس. حاجة الأمة أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء الوقف الصحي وتفعيله في المجتمع، خاصة مع هذه الجوائح التي أصابت الأمة. تطوير العمل الطبي في العالم الإسلامي مرتهن بمدى تفعيل العمل الخيري في المجال الصحي، خاصة في البحوث الطبية وما إلى ذلك. استثمار إنجازات وإبداعات المسلمين في العمل الخيري في حفظ الأبدان لحل المشكلات المؤرقة في المجال الصحي. منظومة قيم الإسلام متضافرة في تشجيع العمل الخيري بجميع أشكاله وأنواعه، مما يستلزم منع التبذير والإسراف والعناية بأحوال المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالصحة. ضرورة إنشاء مراكز خيرية صحية في القرى والأرياف لإنقاذ الكثير من المرضى من الهلاك. ضرورة إنشاء مراكز للغسيل الدموي ومعالجة مرضى السكري والأمراض المزمنة من أموال العمل الخيري. توظيف العمل الخيري في حفظ البيئة لتفادي مجموعة من الأضرار التي تهدد العالم وتهدد أبدان الناس وصحتهم. أما عن التوصيات، فإقامة مؤتمرات تحسيسية توعوية تبين أهمية العمل الخيري في حفظ الأبدان، وحث أهل الخير على إنشاء مشاريع خيرية صحية خاصة بمجموعة من الأمراض كالسرطانات وغيرها. إقامة مراكز بحثية ينفق عليها من أموال العمل الخيري. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر أخي الكريم سي عبد الغني على هذه المداخلة القيمة، والتي كان فيها جامعا مانعا كما يقال، وأنه أتم في الوقت المناسب مداخلته هاته. هنا أشير إلى مسألة أساس، وأنه تعرض لثلاثة محاور أساسية أجمل فيها موضوعه الذي هو مساهمة العمل الخيري في حفظ الأبدان. وكيف لا، وحفظ الأبدان من الأساسيات التي توجد في الشريعة الإسلامية. وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، هو هذا التفاعل الموجود بين جانبين أساسيين، هما الجانب الديني والجانب الطبي. وهنا لا أرى مثل ما يقول بعض المتخلفين أن الدين شيء والعلم شيء. أقول هنا بأن الدين دائما يرتبط بالعلم في جميع جوانبه، سواء منه العلم الفلك أو علم الطب أو الفيزياء أو الكيمياء أو عدة علوم أو حساب. إذن جميع العلوم لها روابط فيما بينها، وهذا التكامل هو الذي يدعونا إلى ضرورة البحث في العديد من العلوم
لكي نكون على ارتباط بها وملمين بها، ولكي نكون في المستوى المطلوب للإنسانية. هنا سننتقل فيما بعد إلى الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن تدشين كرسي الأليكسو لتاريخ الطب العربي الإسلامي من جهة، وتكون خلالها المحاضرة الافتتاحية للأخ الكريم دكتور مصطفى بن حمزة، وعنوانها إسهام الوقف في بناء الحضارة المغربية. فلنتقدر مشكورين إلى هذا العمل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.